بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية نضالية للجسم الصحفي وأستاذ سي صابر الإسلام نيوز اللي دائما حاضر في كل المحطات سواء المحلية والإقليمية أو الجهوية وكذلك حتى الوطنية وتبارك الله عليك على المواكبة ديال هذا المحطة اليوم اللي هي محطة انتخابية إعادة انتخاب رئيس جماعة الكناس بعد مخاض عسير لثلاث سنوات مرت، إلا أنه اليوم بعد واحد تمرين ديمقراطي بين الاتحاد الدستوري وحزب تجمع الوطن الأحرار حول منصب رئاسة مجلس مدينة الكناس، اليوم كان الحسم النهائي وتوج هذا اللقاء الانتخاب ب ترشيح او بالفوز برئاسة جماعة مكناس من طرف سي مولاي عباس المغاري. وتواجدنا هنا نحن كمستشار بجماعة ميسلان وكذلك بغرفة صناعة خيجيات فاس مكناس عن حزب الحركة الشعبية لمواكبة هذا التمرين الديمقراطي واللي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة ديالنا الحزبية اللي هو شريك في مدينة مكناس، واليوم فهو تخندق في الجهة اللي هي الآن حظات برئاسة المجلس. وكنتمنى التوفيق لكل مكونات المجلس اليوم بكل أغلبيتها ومعارضتها من أجل مكناس التي تحتاج الكثير يعني من كل مكوناتها وطاقتها. وتحية لكم على مواكبتكم لهذا الحدث والسلام عليكم.